اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر صالون سوداني 24، ونرحب بضيفي في هذه الأمسية الأستاذ محمود عابدين، المنسق العام لحركة اللجان الثورية. بداية أستاذ محمود، مساء الخير عليك، السلام عليكم. سنور عليك وعلى أخواننا جميعا في هذه القناة. طيب، بداية، في وقت كان العالم ضاجا بالأفكار ومنقسما على النظريات كبرى، اخترتم اعتناق الكتاب الأخضر والانضمام لحركة اللجان الثورية. ألا تعتقد أن ذلك خيار قد يوصف بأنه غريب نوعا ما؟ والغريب إذا إحنا مشينا في الأفكار والنظم التقليدية ده اللي هيكون غريب، لأن الكتاب الأخضر هو بيكشف فشل النظم التقليدية الموجودة في العالم، وبالتالي بيقدم الجديد والجديد الموضوعي. النظم السياسية الموجودة في العالم بتقوم على النخب والصدفة والطليعة، لما أفكار الكتاب الأخضر النظرية الجماهيرية بتقوم على سلطة الشعب، حق الناس، كل الناس في امتلاك السلطة والثروة والسلاح. وبالتالي ده شيء جديد اللي احنا اعتنقناه، وإنه الإنسانية يعني ما زالت تجرب في شيء القديم، وانت شايف الثورات والانقلابات والمتغيرات والمسألة ما قدم جديد، لأنه هي النظم كلها بتتبني على مسألة جزئية. يعني الشعب حاجة كبيرة جدا، الحزب جزء من الشعب، فصراع الحزب بين الأجزاء، فكل جزء بيصل للسلطة بيحكم باقي الشعب. وبالتالي النظرية الحزبية بتقول أن كل من هو في الحزب الحاكم يحكم كل من هو خارجي، ودي فيها ظلم أصلا يعني. فإحنا بنفتكر سلطة الشعب اللي مساواة بتاع كل الناس، أمره مشهور بينهم كل الناس، شاورهم في الأمر كل الناس، القرارات بتدخل كل الناس. وبالتالي اسمها البحث عن نظام الشعب السيد، عشان كده اعتنقنا النظرية الجماهيرية. دعني أسأل، بحكم أنك مناضل و لك فترة طويلة في هذا النضال، تحسب فكرة اللجان الثورية هي فكرة رجل واحد، وبرحيل القذافي هي الأخرى رحلت بكل تأكيد، ما دام أنها هي تقوم على الرجل الواحد أصلا ابتداء. والحقيقة ده بيقودنا في الكلام بتاع الناس اللي جروا عن الكتاب الأخضر ولم يقرأوا الكتاب الأخضر. أول حاجة، الكتاب الأخضر ما فيهوش أي كلمة عن اللجان الثورية على الإطلاق، ما فيش أي كلمة يعني، دي مجرد أداة تحريضية تحرض الجماهير للاستيلاء على السلطة، لكن أساسا هي مش مضمونة ولا عندها مهمة في النظرية الجماهيرية. والشخص الواحد ده هو موجود في الطوائف وفي التركيبات الاجتماعية التقليدية القديمة اللي هم دي. لكن في العمل الثوري ما فيش حاجة اسمها شخص واحد، ولم يكن محرم القذافي شخص واحد. بدون مكابرة، أليس هذا وقت المراجعات الحقيقية لهذه التجربة؟ لهذه التجربة؟ هي قربنا وين عشان نراجع؟ على الأقل قرأتم عنها وتابعتم. يا دوب احنا بنحرض في الناس أصلا عشان يطبقوها. يعني ايش اساسا هي اساسا يعني تعمق فيها. يعني التجربه بتاعت ليبيا هي تجربه بتاعت ليبيا، يعني تطبيق نظام جماهيري في بلد اسمها ليبيا، نجح فشل ده في بلد اسمها ليبيا. طيب، دعنا نقيم هذه التجربه ايضا حتى على مستوى قراءتكم لهذه التجربه. احنا قراءتنا لهذه التجربه نشوف المواطن الليبي الان كيف يعيش، وفي ظل النظام الجماهيري اللي هم دمروه كان يعيش كيف؟ ودي الإجابة يعني. يعني الآن ليبيا، أين ليبيا؟ وأيام معمر القذافي كانت وين؟ أطيب الشعارات المرفوعة بالحريات وغيرها. الحرية في مش في التعبير. ما أي زول ممكن أعبر يا أستاذ. يعني أخش الحمام أعبر، أغني، أشاكل، أقول شعر، أي حاجة يعني، ما قضية يعني. طيب، الحرية في كيفية اتخاذ القرار، في المشاركة في اتخاذ القرار. طيب، يظل صوت وصدى الحركة في السودان خافت وغير مسموع، وهذا يقدم دليل على عدم قدرتها في النمو
على الأرض السودانية؟ السودان غير متقبل لهذه الفكرة. والله أنا أقول لك السودان عكس هذا. نمسك مثلا انتفاضة إبريل 85، السجن تكسر والناس طلعت، 18 شيوعي 24 بعثي، 312 لجان ثورية وجبهة شعبية. أخواننا في حركة اللجان الثورية لما انطرحوا فكرهم كل القوى السياسية في 85 كلها اتآمرت عليهم، القوى القومية والقوى اليسارية والقوى المركزية والقوى التقليدية والقوى بتاع، لأنه كانوا بيطرحوا إن النظم دي كلها فاشلة ودارين نظام جديد، وبالتالي تكالبت علينا كل الأفكار اللي بنقول عليها وطنية يعني، وحاولت تحجمنا، وساعدهم في ذلك كمان رجعة العربية يعني. ليه تكالبوا عليكم؟ لأن احنا نظام يعني لو قلنا الشعب مسك السلطة انتهت الصفوة، انتهت النخب، انتهت الطليعة المزايدة والاحتراف السياسي واللي انت شايفه ده كله حكومة مفيش. انتوا الآن أبرز حلول بتقدموها شنو الآن؟ احنا مش الآن، احنا لما قامت ثورة الإنقاذ من أوائل التنظيمات، يمكن نكون أول تنظيم يعني أن تعامل معها بشكل إيجابي، وطرحنا لإخواننا في مجلس قيادة الثورة أن في نظام تاني غير الحزبية التقليدية وغير اسمه شو ذاك الانقلابات العسكرية، اسمه نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وأخذنا بالفكرة دي وعملنا الحوار السياسي الأول والناس. ده سنة كم تقريبا؟ ده بعد 86 87 تمام؟ وعملنا الحوار بعد. ايوه بعد في الانقاذ، في الانقاذ اول بدايه الانقاذ بعد 89 امس بعد 89 وجينا الحوار كتير استمر 4 شهور ولا حاجه. الناس طرحوا الفكره بتاعت الاحزاب والحكم الحزبي باريحيه شديده، والناس طرحوا الحكم العسكري ذاته بالناس عبود وناس كده وبتاع ونمير وبتاع باريحيه شديده. وكان الخيار في المؤتمر السياسي دي الناس تختار سلطه الشعب، المؤتمرات الشعبيه واللجان الشعبيه. واشتغلنا على الشغلانية دي كلجان ثورية، والحكومة تبنت نظام المؤتمرات وعملنا مؤتمرات شعبية في كل أنحاء السودان، 13,414 مؤتمر شعبي في كل حتة في السودان كبداية. وده ما يؤكد أن المؤتمرات الشعبية ممكن تتعمل في أي بلد خير ليبيا. السودان بلد أوسع، شعبه أكتر، خدت بالك؟ ثقافته الحزبيه غريقه جدا يعني. يعني مستوى الوعي فيه مرتفع. الليبيين ما كان عندهم احزاب، احنا كان عندنا احزاب. يعني مستوى الثقافه لكن الان ما نراه انه تجربه اللجان الشعبيه دي تجربه تصنف بانها فاشله يعني. ابدا والله، هو الفاشل اللي احنا ماشيين فيه الان. ليه ما تصنف انها فاشله؟ ما اول حاجه كان في قروش ايام المؤتمرات الشعبيه، كان في فلوس، ما كان ناس في الحي بيقولوا وبيقولوا عاوزين كده عاوزين كده عاوزين كده، نلم من بعض عشان نعمل كده، نختار فلان ده بطريقه آلية مش بوساطه ولا مواصله بتاع، لانه اكتر واحد ممكن يعمل عمل اللجان الشعبيه، وتصدت اللجان الشعبيه لكل مشاكل السودان ونجحت. لكن لما جينا بقى نفكر في حاجه اسمها التوالي السياسي، اتحولنا من نظام سياسي، نظام اسمه المؤتمرات واللجان الشعبيه ده نظام، لتنظيم حزبي اللي هو الحزب الحاكم او الاحزاب الحاكمه او الاحزاب المعارضه عشان تحكم او هكذا. تغيرنا من نظام لتنظيم، هو ده الفرق. لكن انا ممكن اقول وريني خطا واحد عملته اللجان الشعبيه في عهدها. كان في مشكله مره مع دوله جار، الاخ الرئيس نادى بان تكون هناك دوره استثنائيه للمؤتمرات الشعبيه لدراسه هذه المشكله، وانا كنت محافظ الزمن ده في واحده من المحافظات، والناس اجتمعت في الشرق والله في ناس في كل السودان اجتمعوا. لا انت كنت في 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 الشرق السودان. في شرق السودان الناس اجتمعوا في كل حته وناقشوا القضيه دي. في اروع من كده يا راجل؟ طيب خلينا نحن نتكلم عن هذه الفتره، فتره عملك انت في الحكومه بشكل عام. كنت ترى انه فعلا عمل اللجان الشعبيه ده يعني لمست له تغيير منطقي؟ انا لي الشرف ان انا اللي كنت من المبادرين
بفكرة السلطة الشعبية وعملت أو أشرفت على أول مؤتمر شعبي أساسي في مدينة مدني في حي التلفزيون. جبنا ناس الحي كلهم قعدنا زي الفيلم كده. بتتذكر لنا سنة كم الكلام ده؟ في أول أيام الثورة في 92 91 حاجة زي كده. وجبنا الناس قعدناهم كلهم نسوان ورجال وشباب وناس كده. ويا اخواننا نحن دايرين سلطه في الهواء الطلقي ده نمارس حرياتنا ونتكلم ونشوف مشاكل حينا دي كيف القضايا اللي نقدر ننفذها في الحي يعني نعملها قرارات. القضايا اللي ما بنقدر ننفذها في الحي ممكن تمشي البلديه ولا المحافظه نعملها توصيات. القضايا اللي ممكن تهم السودان كله يعني ممكن احنا قاعدين في حي التلفزيون نقترع اقتراح في حلف ده نسميه قرارات قوميه. فهمتني؟ والناس تقبلت الفكرة. هل كان في صراع سياسي مسلح أيام المؤتمرات واللجان الشعبية؟ ما كان في. أنت تعرف في دارفور بس كان في 1100 مؤتمر شعبي، وكانت ثقافة أهلنا من مواطني دارفور الجماهيرية عالية جدا ومبدعة، وأضافوا من المصطلحات. فهمتني؟ الفترة بتاعت اللجان الشعبية دي فترة سرية جميلة جدا بالمناسبة، وأنا عايش فيها يعني. مشيت القضارف اشتغلنا المؤتمرات الشعبيه دي في القضارف تمام من اروع ما ممكن ما يكون. الناس كانوا بيستشيروا. اي نعم كان في ناس ضد القصه دي اللي هم خلت منهم البساط يعني ما بقاش في سهم سياسي. انا حديك حد اسمه صباح كلها كانت دايره واحده بيجي واحد مرشح من حزب طائفي يفوز. هي عباره عن 22 قريه المنطقه. اما كوب في كل قريه لجنة شعبية فيها 20 هيكون عندك 80 زعيم صح؟ الحراك السياسي الحراك الشعبي فهمتني؟ بيزيد يعني احتكار السلطة احتكار القيادة احتكار التربع على العرش ده بيتنفي في تطبيق الحقيقي للسلطة الشعبية. وانت بتدفع الزول بشنو؟ القيادة فيها آلية. معلش هديك مثال. نحن قاعدين في مؤتمر شعبي سميه زي ما تسميه طيب. قاعدين في حي من الاحياء. والله عندنا قضيه بتاع التعليم عاوزين الاولاد كده يتعلم. حرشح ميكانيكي يعني ولا حرشح كهربي ولا حرشح دكتور؟ ما اكد من ناس الحي في معلم في موجه تربوي صحيح في كده. هو الناس لوحدهم بيقولوا ده يبقى في المنصب ده. خدت بالك؟ نعم. لكن في حاجه اخذت على هذه اللجان الشعبيه بانه قراراتها ما كانت معمول بها من الدوله، ما كانت بتلقى القبول من الدوله وما كانت بتتفاعل معها اصلا، فكانت هي عباره عن جسم بيصدر قرارات. لكن ما انا اقول لك الواقع بعد ما. انت دخلتنا في حته كويسه جدا. طيب شوف يا اخي خلينا واضحين. الحزب بتاع الجبهه القوميه الاسلاميه هو اللي كان بيتبني تنفيذ مش كده؟ التجربه بتاع المؤتمرات واللجان الشعبيه صحيح. وفي الفتره دي احنا اعتبرناه حزب تحول كلي بقى، بدل هو جزئي بقى كلي. بدل ما هو يعني جزء من الشعب يعني بقى كل الشعب يعني عاوز يحرك كل الشعب. الضغوط على الحزب ده من الاحزاب الثانيه خلته يتراجع عن القيام بدوره الكلي في استكمال البناء الشعبي. وطلع ما يسمى او ما يطلق عليه قانون التوالي عشان تحصل مصالحه تقليديه اللي احنا عايشين فيها لغايه الان. وبالتالي تم اجهاض مش ما ماتت برا لغايه حصل اللجان الشعبيه قانونها ما تحلى بالمناسبه لغايه حصل ماشي. ولغايه حصل اللجان الشعبيه اسمها ماشي لكن ما هي الشعبيه دي لجان حزب. فهمتني؟ طيب التحول كان فانه تبقى هي ما هي لجان شعبيه وتبقى لجان حزبيه. ما بقى في مؤتمر وطني. الوعاء السياسي ده قبل الحركة الإسلامية اللي هي حركة عقائدية مبنية على كوادر معينة وعلى ثقافة معينة مش كده؟ كطليعة قبلها جمهور. وتحولت من حزب عقائدي يعني إلى حزب جماهيري. مش كده ولا كده؟ وبقى حزب كبير يعني. طيب ألا تظن إنه حملكم لهذه اللافتة اللجان الثورية يسبب حاليا حرج للحكومة السودانية، فلماذا لا تجنب الحكومة هذا الحرج؟ وليه تحرج؟ وليه الحكومة السودانية تحرج يعني؟ ليه احنا ناس سودانيين سمينا نفسنا كده؟ ايه المشكلة يعني؟
ومين هنا في السودان جاب فكرة من دماغه هنا؟ الأحزاب العريقة اللي أخذ الفكرة بتاع الليبرالية لوسي مانيستر، الأحزاب العقائدية الإخوان المسلمين الشيوعيين البعثيين أنصار السنة حزب التحرير، دول من وين؟ من السودان؟ يا راجل ما في حاجة زي دي. طيب هو طيب نحن يمكن الأيام دي بالذات مع كلمة اللجان الثورية دي توحي بأنكم من ضمن الحراك الموجود، يعني احنا جزء اساسي من الحراك. احنا كان عندنا مؤتمر يوم 24/11، وممكن برضو تثير بعض الامور المتعلقه بانه في ناس في ليبيا ما راضين عن اللجان الثوريه ايضا بشكل عام، يعني في ليبيا وفي علاقات السودان بليبيا. هم حرين، هم حرين، هم 200 الليبيين بيدخلوا او عاوزينهم يتدخلوا في السودان، هم حرين. احنا كان كسودانيين من يوم 24/11 الشهر اللي فات ده قبل اللي فات عملنا ملتقانا التاسع. مين عنده هنا تسع مؤتمرات عمله؟ نعمل مؤتمر بانتظام كل 4 سنوات، التاسع نتحدى اي قوه سياسيه هنا اتعدت لها ثاني ثالث مؤتمر او رابع بالكثير. يعني احنا هنا مجزرين. بعد احنا ما جينا نزلنا بالباراشوت عشان نبقى كده، احنا دخلنا سجون ودخلنا معتقلات ودفعنا ثمن عشان نبني التنظيم بتاعنا والحركه بتاعتنا دي. طيب ما دام جبت سيره المعتقلات والسجون، خليني اتكلم عن شخصك استاذ محمود عابدين. تفضل. حدثنا عن بدايات انتمائك لهذه الفكره اولا، اللجان الثوريه بشكل عام. واللي خلاك تقتنع بها شو؟ انا اقول لك اللي خلاني، كنت محبوس في البيت. طيب. وجنبي طبعا من العاده كمان زمان ايام السجون بقى كنا كل واحد يكون عنده ترانزستور كده يسمع اللي عاوز يسمعه. تمام؟ كلام زمان 79. وبعدين سمعت حاجات عجيبه جدا في زمن نميري. ايوه. حاجه اسمها صوت الجماهير، صوت الثوره الشعبيه الحزبيه، اجهاض للديمقراطيه، من تحزب خان، اللجان في كل مكان، مقولات ملتهبه تبهرك انبهار وانت ثوري ومخنوق. وبعدين عجبني في الشيء اللي عمله ده انه الكلام عن النضال الكلي، الكلام عن الشعب. انا كنت بناضل في حزبي ناضل عشان الطبقه، لكن لما لقيت الطبقه هي جزء من الشعب والحزب هو جزء من الشعب، لكن النضال من اجل الشعب هو المفروض يكون هو النضال. لان لو طلعت في مظاهره وقلت عاش شاب يعني كفاح الطبقه العامله او عاش مش عارف ايه او عاش ايه وقلت عاش الشعب 127,000 هتكتب لي، هتكتب لي. خدت بالك؟ لكن هي فتحت افاق حقيقه، يعني مقولات كانت مقولات سبب. ابتديت افتش بعد ما طلعت المعتقل، ابتديت افتش مصدر هذه. طيب انت هل انتميت لحزب سياسي قبل اللجان؟ اجيب يا اخي انتميت لك، كنت عضو في الحزب الشيوعي السوداني. وقبله؟ لا لا انا هم بكمل يعني. طيب خلينا نشوف بعد جاتك فكره الانضمام للجان الثوريه، كيف بداتم هذا الحراك؟ كيف اسست هذه الحركه؟ انا الامانه والتاريخ لم اؤسس الحركه. من الذي اسس؟ ما في حد فرد كده يستطيع ان يقول انه هو اللي اسس، اللي هو اسس الحركه زمان ايام نميري كانت بتبنى بعنقوديه. انا اول حاجه قد اقود اسست حركه مثلا في الخليج مثلا يعني، لكن في السودان بتبنى عنقوديه، مجموعه من الشباب بيعملوا لجنه ثوريه، مجموعه يعملوا لجنه ثوريه، لان كان الضغط عليهم والارهاب والمتابعه كبيره، فكان العنصر بتاع البناء السري موجود. تمام؟ وكان يعني الطريقه بتاعتهم في يعني مثلا لما انقامت الانتفاضه كان في كميه كبيره جدا من الكتاب الاخضر موجوده جوه السودان. تسربت عن خلال ناس شبان ثوريين عملوا المساله دي. لكن لما انقامت 86، لما قمنا في 85 اقصد، لما قامت الانتفاضه احنا كنا شغالين عن في عمل يعني الكفاح المسلح وفي الكفاح السلمي يعني. فكان عندنا معسكرات منتشره كثيره جدا بتاعت لجان ثوريه، ما في زول بيقدر ينكر الكلام ده يعني. لما قمنا وشاركنا في الانتفاضه لغينا العمل العسكري وانتقلنا من العمل العسكري
للعمل السياسي. ودي كان انتقال صعب جدا بالمناسبة، يعني انتقال صعب ياخد معك سنوات عشان تنتقل من العمل العسكري للعمل السياسي، بياخد معك سنوات. في الأثناء دي كان في تنظيم جماهيري كبير جدا اسمه الجبهة الشعبية الاشتراكية حركة اللجان الثورية بقوده أخونا أستاذ عبدالله زكريا، ونحن في حاجة اسمها اللجان الثورية، بدور اسمها اللجان الثورية كده عديل يعني، هو تنظيم اسمه الجبهة الشعبية الاشتراكية من داخله المحرك بتاعه عناصر وتحركة اللجان الثورية. لكن احنا ومعنا عدد كبير جدا من الشباب كنا اللجان الثورية الكتاب الأخضر طوال يعني، فجينا عاوزين نوحد الشغل ده. الكلام ده تقدر تتذكر سنتكم؟ ايوه هو 86 مثل الانتفاضة كانت 85 ها؟ ايوه الانتفاضة بعد الانتفاضة. طيب يمكن يعني انقلاب نميري على الشيوعيين هو اللي خلاكم تمشوا على الموضوع ده؟ ما عندوش علاقة ده. ما عنده علاقة؟ لا ما عنده، لأنه احنا عندنا ناس حزب أمة واتحاديين ومستقلين وديمقراطيين، هذا كله هو تنادي. هل في علاقة؟ هي عملية أساسا فكريا تنادي من الكفاح الجزئي إلى الكفاح الكلي. هل في علاقة طيب بين الشيوعية واللجان الثورية؟ ما فيش أي علاقة بين الشيوعيين واللجان الثورية على الإطلاق. على الإطلاق، وأنا بقولها بفهم عالي كده. ما في. طيب هل ندمت على وجودك في الحزب الشيوعي؟ أبدا، ما أنا دخلت وخرجت، وأنا من مزاج دخلت وخرجت، إيه المشكلة يعني؟ لا طلع فيني بيان، لا طلعت فيهم بيان. يعني ما في حاجة. إذا ما في علاقة. طيب خلينا نواصل في موضوع اللجان الثوريه، وانه بعد ذاك انتم بديتوا تاسسوا لهذا الموضوع وتنادوا بما في الكتاب الاخضر. ابرز الحاجات اللي كنتوا بتنادوا بها شو؟ اهم الحاجات اللي انتم حاسين انه فعلا المجتمع السوداني يعني المجتمع السوداني دراساتنا له اساسا يعني هو مجتمع جماهيري مجتمع شعبي. يعني لو مسكت السودانيين يعني بشكل يعني من غير تحيز يعني تلاقي عندهم تجربه اسمها ديمقراطيه الشجره، صح؟ الناس كلها بتقعد وتتكلم، ودي بتخلي ناس شبعان، تخلي ناس يقولوا أراءهم، بتخلي يعني نوع من الديمقراطية من الشورى الواسعة الحقيقية اللي ما فيها عنابة ولا فيها تغيير ولا فيها تمثيل ولا فيها أيها. أنت برأيك تمام؟ دي تجربة أساسا من أعظم التجارب الإنسانية اللي ممكن تكون أساس كويس جدا نبني عليه مفاهيمنا بتاع السلطة الشعبية. حاجة تانية، الشعب السوداني في طبعه شعب جماعي، يعني نفير جماعي، أطراح جماعي، أفراح جماعي، صحيح؟ يعني هو أساسا فيه النكهة بتاعت العمل الشعب التلقائي، تمام؟ دي شجعتنا إنه يكون في أرضية بتاعت تقبل. الحاجة التانية القبائل وتنظيمها الطبيعي. طيب هل ترى انه التجربه دي فشلت في ليبيا؟ لانه في ناس بيقول لك هي فشلت في ليبيا، كيف تطبقها في السودان؟ انت هل ترى اولا انها فشلت في ليبيا والله؟ طيب شو هي طبقت في روسيا؟ طبقت وين ثاني؟ طبقت في السودان؟ لا ما كلام ما منطقي يعني، انا ما ممكن انت تقول يعني راسماليه طبقت في امريكا، طبقت عندنا هنا واحنا ماشيين في نظام راس مال، طبقت؟ ما طبقت، ده موضوع الشعوب على حسب تراثها على حسب قبلياتها، وفي حاجه اسمها السيكولوجيه. يعني السيكولوجيه بتاعت الناس، يعني ليه النظم في السودان بتوقع عليه؟ ليه النظام العسكري بيوقع؟ ليه النظام الحزبي بيوقع؟ ليه كده؟ القاعده اللي بحكي لك عنها دي بتاعت الشعب السوداني قاعده جماهيريه جماعيه، دي في دمه في مخه في ثقافته في سيكولوجيته، اعتبرها زي القاعده كده فيها خمسه سته اخرام في نفسيته. ايوه دي اعتبرها هي دي القاعده مثال. بتيجي تروح مركب عليه نظام حزبي مبني على حاجات تانية بتختلف معاه، فبتيجي تركب كده المسامير دي ما بتخشش في الاخرام دي، تقوم تتع كده القاعدة تقوم تتهز توب تروح يوم الربيع النظام الحزبي بتاعه. الشغل السياسي الثابت هو اللي بيطلع من تحت. طيب استاذ محمود، في تساؤل مطروح ومهم جدا في الايام دي، انه الشباب الآن بدأوا بحراك كثير وكثيف أيضا بالذات في السوشيال ميديا وغيره وحركاتهم، ألا تنظر لحركتكم دي والطريقة التي تتناولون بها الطرح السياسي بالتحديد إنها كلاسيكية قديمة، يعني مدرسة قديمة لا يمكن إنها الآن مع ظل التطور التقني ده،
اقول لك كلام هيزعلك لو انت في المؤتمر الوطني. اقول لك الشباب ده جاب ضد الحزبيه صح؟ الشباب ده جاي من ضد الحزبيه صحيح؟ دي اساسا القاعده بتاعتنا دي اساسا واحده من اهم القناعات في الفكر الجماهيري انك تكون اساسا متجاوز الفكر الحزبي. المشكله في الشباب دي يعني مشكله يعني حاجه فيها خدعه يعني هم صوروا ده جيل شباب ده كله جيل بيحارب سلطه والكلام ما كده. الكلام شنو؟ لا الكلام ما كده. الكلام ده جيل حاولوا عرف ما يدور حوله وعي بما يدور حوله اتمرد على سلبيات فيما يدور حوله اللي هي اساسا الحته اللي قاموا بيها في الاول دي. نعم. هل لديكم او انتم قادرين انكم تجذبوا انصار جدد شباب قادرين انهم فعلا انتم عندكم زياده في الحاجه تلمسوا حاجه؟ يا ريت تيجي تحكي لواحد من مؤتمراتنا. احنا بنعمل مؤتمر بالالاف يا راجل، ملتقياتنا بالالاف. اسال الناس اسمهم شنو دول معسكرات الشباب بتاعت سوبا دي واسال البتاع ده. انا الحمد لله لانه احنا مش ما عندنا النجوميه اول حاجه، ما بنسارع للاستيلاء على السلطه اول ثاني حاجه. الحاجه الثانيه محررين، والمحرر دايما بيقول نصيحه، بيقول نصيحه ونصيحه حقيقيه فبيكون مقبول. احنا ما عندنا اي تناقض مع شباب ولا غير شباب. لنقيس ذلك بشكل عملي ونقول انكم في حوار سابق قلتم لا نسعى للسلطه. تمام. الا يخالف ذلك كل النظريات السياسيه ويدل على خوف من خوض الانتخابات باعتبارها هي الميزان الحقيقي لجماهيريه اي قوى سياسيه؟ اول حاجه الانتخابات ليست ميزان حقيقي لاي نوع من الاختبارات. اقول لك ليه؟ ليه؟ اقول طيب. دايره الانتخابيه كويس مرشح فيها 5 تمام؟ واللي هيصوتوا 10,000. 4 من الخمسة كل واحد جاب 1500 1500 1500 تمام؟ واحد جاب 2000 تمام؟ بيفوز منه اللي جاب ال 2000 صحيح؟ في حين ان في 6000 واقفين ضده مدوا اصواته، فكيف هو بيكون يعبر عن كل الجماهير بتاع الدايره وهو اللي حاصل على اقل اصوات؟ ما دي واحده من الانتخابات. وما احنا بنقول زي في الانتخابات ليه؟ الحاجه الثانيه انت بتنتخب ليه؟ عشان توكل دول، وموكله ليه اصلا؟ افهمني بس يعني انت موكله ليه؟ ده شكل كلاسيكي غربي وضع بره في اوروبا الغربيه بشكله ده، وسموه تجربة بتاع التعدية بتاع الديمقراطية الديمقراطية التقليدية، واعتبروه هو ده النموذج الإنساني اللي ما في بعده أي تفكير. ويمكن كلامهم ده فيه نوع من المنطقية ولا ما في؟ والله ما في أي منطقية، لأنه أساسا أنت هنا في السودان ممكن تنتخب الناس طيب الليلة. طيب بنختار الحكام كيف طيب؟ استنى بس، أنت ممكن طيب. تنتخب الناس الليلة وتتظاهر ضدهم بكرة. طيب كيف نختار الحكام إذا كانت الديمقراطية؟ وليكن أصلا في حكام تمام، هو الشعب الحاكم. ليه يكون في حكام؟ الحاكم ده من واصل يا اخي النظريه بتاعت الدوله اللي احنا ماشيين فيها دي اللي درسناها يعني واللي بيدرسوها لغايه الليله، يقول لك الدوله هي الشعب والارض والحكومه. صح؟ انا افهم ان الشعب والارض. الحكومه دي جايه من وين؟ من جنس ملائكي يعني؟ جاي من جنس ثاني ولا هي من جنس الشعب؟ المفروض انها من الشعب. يبقى هي تطلع من الشعب. ما تتفرجش على الله. ده دي حيله بتاعت نخب عبر التاريخ يعني احنا صدقناهم احنا دي نخب عبر التاريخ، هم يعتبروا نفسهم ربنا خلقهم عشان يديروا شعوب. طيب كده نحن نفهم انك انت ماخذ ديمقراطيه اثينا مثلا. انا؟ ايوه واحده من الثقافات الانسانيه. اصل الكتاب الاخضر هو شنو؟ مجموعه الثقافات الانسانيه. يعني مش حاجه اتخلقت يعني هو مخترعها. ديمقراطيه اثينا. في كثير في انواع كثيره من الديمقراطيات الشعبيه. ومن انا قلت لك الديمقراطيه الشجره دي واحده من الاساسيات من نعم. طيب هل التقيت القذافي؟ كثير. انطباعاتك عن هذا الشخص؟ قائد مفكر موضوعي، قراءاته المستقبلية جيدة جدا، خفيف الظل يعني، محب للسودانيين بشكل يعني مبالغ فيه كمان يعني.
ونحن بنعتبر، احنا ما نعتبرش طبعا يعني رفاقه، احنا بنعتبر تلاميذه. طيب قياسك لتجربة القذافي أو رؤيتك لها، هي تجربة جيدة؟ هو أنت شفت الشعب الليبي ده زمان كان شكله كيف أيام الملكية، ويعني الحالة كان فيها، ولما هو ادى يعني الدفع المعنوية للليبيين إنه يبقوا أسياد ويبقوا زعماء ويبقوا كده، وليبيا من دولة كده هامشية بقت حاجة محورية كده، تمام، تشاكل في أمريكا وفي الأمم المتحدة وتوقف وتعمل وتسوي وبتاع، دي مش تعمل. لكن هو ظل كثير من الناس الذين ينتقدون الرجل بأنه كان هو الظاهر وليس في ليبيا سواه، يعني يعني فقط الذي يظهر من ليبيا هو القذافي، هو الوجه الأوحد لليبيا يعني. والله أنا بقول لك حاجة، أنا والله بنضحك لما نسمع الكلام ده، أنا بنعرف عشرات المئات من الليبيين، مش واحد ولا اثنين، كلهم القذافي هو النموذج، خلق بنى نماذج زيه، فهمتني، خلق ثوريين حقيقيين زيه، لكن هو كان حاكم، هو كان رئيس جمهورية، هو كان ملك، هو كان منظر محرر، كان في حاجة اسمها مؤتمر الشعب، لكن الناس ما دايرين يوضحوا التجربة صح عشان يعملوا عليها تعتيم. طيب انتم ما توضحوها صح؟ ما عايز قاعدين نوضحها عشان الكلام معك ده شو. طيب ليه الناس ثاروا ضد القذافي اذا كان هو بهذا الشكل؟ انت طيب ضد القذافي دول منو كانوا؟ المظاهرات اللي حصلت عليه دي، ولا ال 36 دولة بتاعت الناتو اللي دمرت ليبيا وقتلته وقتلت اولاده وقتلت كل الناس؟ هل يعني نظرية دي المؤامرة بدأت؟ دي كيف يعني؟ يعني نظرية ليه ما تفسروا دي؟ ليه الناس ما بتقعد تناقش كيف 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 نحن نستسلم لناتو، ناس جايين من بره كفار ملاعين يدمروا لنا دولة بتاعت ناس مسلمين ناس هي دي عرب. نظرية المؤامرة رجعت مرة أخرى يعني؟ مش مؤامرة، دي حاجة حقيقية، ده ما خيال. احنا عملنا شنو لما ندمر غزه او دمرت ليبيا؟ عملنا ولليل عملنا شنو؟ ما قبل كده تدمر العراق عملنا شنو؟ وقبله وقبله وبعده، يعني احنا في ورانا كده مشروع ثاني. الرجل يوسم بالدكتاتوريه ورحل بشكل اسيف بكل تاكيد، كيف نظرتم لنهايته؟ وهل يومها فكرتم بان حركتكم قد تداعت وانتهت بشكل او باخر؟ يا اخي احنا ما حركه القذافي، القذافي ماشي قبيله ولا هو طائفيه، احنا اسمع معاه القذافي مفكر، واحنا امنا بفكره، ولما نسمع الكلام ده زي الناس بتقلل مننا، ان احنا من امخاخنا من عقولنا، احنا الكلام اللي تقول عليه مجنون وبيقول على دكتاتور، احنا ناس مغفلين عشان نمشي بالصفات دي ورا راجل زي ده؟ ابدا، الحاجات دي ما فيه على الاطلاق، ده طارح فكره واحنا نناقشك بنفس الفكره هسه، انا هسه قاعد اناقشك من منطلق الفكر الجماهير. طيب اليوم اللي دي عملوا منه؟ حرضنا عليه منه؟ فهمنا ليه منه؟ احنا مجانين يعني؟ طيب في ذلك اليوم الذي رحل في القذافي، كيف كان وقع الخبر عليك في هو اصلا الاعمار؟ حدثني عنك كشخصيه الان. الاعمار بيد الله. صحيح. احنا في سنه 86 اللي بتتذكر، غاره امريكيه جت من اخر الدنيا ضربت البيت بتاعه في طرابلس، صح؟ متذكر حادث الساعه 86، كان ممكن يعني يموت في في الوقت ده، مش كده ولا كده؟ الحكايه بتاعت انه مات كده ولا مات كده، حاجه بتاعت امر ربنا يعني، يعني لكن مش احنا، الشعب العربي كله، المسلمين في افريقيا كلهم خسروا، الحكومات الافريقيه خسروا، مين اللي اتكلم عن الاتحاد الافريقي؟ مين اللي هندس الاتحاد الافريقي؟ مين اللي اتكلم عن ان افريقيا تاخد حريتها وتحافظ على ثروتها وتبني مؤسساتها بتاعت القوه ومؤسساتها بتاعت الحكم ومؤسساتها بتاعت وتتخلص من صراعاتها؟ الغزافي في عهده اللي قاعده راجل تاريخي تاريخي. هل كنت تتوقع هذه النهايه للقذافي؟ اذا كان 36 دوله كلهم بيشتغلوا بالجو يعني وبيدمروا عادي جدا. طيب الرجل خاض صراعات عديده ضد انظمه الحكم في السودان، وهذا دفع الخرطوم لمسانده الثائرين على حكمه. سؤال هو، الا تعتقد بان الراحل كان مولعا بالتدخل في شؤون الناس بشكل عام؟
انا والله السياسه الخارجيه بتاعت الدولتين دول انا ما نعرف فيها الا حاجه واحده، لما تحصل مشكله في السودان مع ليبيا انا اخونا الاستاذ عبد الله زكريا كنا بنتطوع ونمشي نتكلم هنا ونتكلم هنا وتتحل المشكله. اما الصراعات دي صراعات اجهزه مخابرات، كل جهاز عاوز يبين انه احسن من الثاني وانه افهم من الثاني، ودي اللي بتضيع الدول ذاتها. لكن على المستوى القيادي على المستوى البتاع دي احنا ابدا لم يطلب منا ان احنا نعمل من قامه الانقاذ لغايه الليله اي نوع من الاعمال العدائيه ضدها على الاطلاق على الاطلاق، بالعكس نساندها نجيب معاها ولليلة واقفين معاها ومساندينها. من وين اكتسبت اللجنه المصريه دي؟ اتولدت في مصر، هكون بكلم اجريجي يعني. اتولدت في في في, في زمن وين في مصر؟ في حي عابدين، حي الشهير بتاع النوبيين الموجودين في مصر يعني. يعني واحد من احيائهم الشهيرة يعني. درست هناك في مصر؟ درست هناك. وين في؟ في عابدين نفسه؟ درست في مدارس ثانوية ومدارس ابتدائية وكتاب واعدادي وكله يعني. طيب ليه ما تأثرت بالأفكار المصرية اللي كانت هناك، الناصرية والشيوعية وغيرها؟ وأنا وحتى الإخوان المسلمين ليه ما انتميت لهم؟ أول حاجة لا مش حكاية انتميت، أنا أكلمك بصراحة، العمر بتاعي كان صغير. يعني أنا جيت السودان بدري يعني. لكن كان صغير، ما كنت لسه اتفتحت على على العمل السياسي والأفكار السياسية والمسألة عشان يكون عندي اختيار. لكن بعرف إخواننا السودانيين النوبيين كانوا شيوعيين، وفي واحدين إسلاميين وفي واحدين كده. والفكر القومي الناصري ما غريب علينا، لأنه أساسا القذافي امتداد للحركة الناصرية يعني. في كثير من هي نفس الفكرة يعني؟ لا ما نفس الفكرة. فقلت لك اختلاف البناء يعني. الاتحاد الاشتراكي اتطبق في مصر واتطبق في ليبيا واتطبق في السودان، صح؟ على اساس انه شكله واحد وميثاق واحد وكلام واحد وآلية تنظيمية واحدة في الثلاثة دول ما نفع. طيب انت كلامك ده يناقض الفكرة من حيث الاساس، اذا كان انها هي ما نجحت في ليبيا وانتوا عايزين تطبقوها في السودان ممكن ما تنجح في السودان برضه. فكرة اللجان الثورية نفسها. طب وممكن تنجح؟ ما ممكن يعني احنا هنكون مثل مثلا فشل يعني عمرنا ده كله مش جبنا حاجه فاشله؟ ما نعمل العكس يعني. احنا بالعكس احنا اي فكره بتاعت حوار بتاعت قناعات بتختلف يعني. اما اقول لك لا نسعى لاصلاح السلطه، اصلاح السلطه دي عنده عوامل يعني، مره بالقوه مره بكده مره بكده مره بالدجل مره بالكلام كتير يعني. لكن احنا بتحوار، انت ما اقتنعت بحقك انت بعد كده ناظر من قبل انك تكسب وتحافظ على حقك ده. طيب الان لجنتك استاذ محمود مصريه، ايوه، والفكره الليبيه، الا تظن ان هذه ممكن تسبب لك عوائق بالدخول في فضاء السياسه السودانيه بشكل عام؟ هو انا دخلت حتى الفضاء، انا سجلت سنه 64 بتكلم يا فضاء 64 في اكتوبر يا دوب حتى حبتش الفضاء السوداني يعني. انتم موجودين يعني من فتره طويله يا راجل، كلام كيف ده؟ انا عندي 7 كتب عن السياسه في السودان. طيب خليني اسالك، كيف تنظر الان الى واقع السياسه السودانيه من خلال نظرتكم كليان فوق؟ والله احنا نظرتنا نظر موضوعيه في المساله دي. اول حاجه نحن داعمين لثوره الانقاذ بشكل يعني ثابت ومستمر يعني، دي ناخذها يعني في المساله دي، ومدافعين عنها كمان في نفس الوقت، وفي منصة المناصحة باستمرار يعني، في منصة المناصحة باستمرار يعني باستمرار يعني. حتى في مؤتمراتنا بنتكلم الكلام بتاع المناصحة بتاع معالجة السلبيات، معالجة ايه ومعالجة ايه. الأزمة الموجودة في السودان الآن هي أزمة ماشية، لكن الأيام دي دخلها نوع من جديد اللي هو صناعة الأزمة. دخلت صناعة يعني زي الولادة القيصرية يعني. أنت عاوز تعمل ثورة بولادة قيصرية، عاوز تعمل ثورة بفتح بطن يعني، يعني مش بشكل طبيعي، خد بالك. هي دي اللي عاملة الأزمة هنا في السودان، الأزمة الموجودة. ناس معارضين دايرين يزيلوا نظام برؤية هم عارفينها غير موضوعية، فهمتني؟ برؤية هم عارفين ان غير موضوعية.
لان النظام في اي حته ما بيشال كده ساعتها، ما كلمه بس بتشيل النظام. في عوامل للازمه الثوريه اذا نضجت هذه العوامل النظام حتى لو حكمه شنو بيمشي. العوامل دي مش مستوفيه، مش مستكمله، خدت بالك؟ فالاخواننا اللي قاعدين برا والمعارضين واللي عندهم اللي زهقوا من الاسلاميين واللي عاوزين يشيلوهم ولا كده والحاجات زي دي يعني، واللي حنوا للماضي برغم الماضي كان التجربه السياسيه فيه بغيضه يعني مش ايجابيه يعني. تقصد اي ماضي؟ الماضي الحزبي. الماضي الحزبي اللي كان بيسيطر، الماضي الحزبي الطائفي اللي كان بيسيطر، كان كاتم انفاس الناس، فهمتني؟ فالناس دي عوامل كثيره. والعامل الخارجي يعني دلوقتي بيهددنا مشروع صهيوني، اللي عاوز يفتت السودان اصلا واللي عاوز يجزئ السودان ويستمر في تجزئه مشروع صهيوني في غرب بيعادينا. كيف تنظر الى مستقبل السودان؟ الحوار والتوافق واي مشكله ممكن تتحل بالحوار، ما في داعي نرفع فيها سلاح، لان اللي حيرفع السلاح فيه حيكون ارهابي. والناس طرحين حوار تمام، وما في حاجه حتستكمل في السودان الا بالحوار. احنا حسك خلينا منطقيين الان، بينه وبين الانتخابات 18 ولا 12 13 شهر تمام. من الافضل ان نهتم باحزابنا وبشكلنا التقليدي اللي ماشي ده عشان نخش انتخابات واللي يفوز يبقى هو اللي يحكم، ولا نتشاكل مع بعض ونضرب بعض ونحرق بعض وكده ونقعد لنا يعني. انت تدعو للحوار؟ ايوه 30 40 سنه بنتشاكل عشان بعد 40 سنه نيجي نقول وحده وطنيه. هو حافظ الاسد اسوا بشار، الناس اتمردوا عليه دول كله صحيح زمن لما دمر سوريا ودخلوا 9 دول اجنبيه في داخل سوريا. الان بيتكلموا عن حوار، عن مصالحه. ليبيا تمام، دمروا ليبيا ودخل حسن دلوقتي كامل. نعم. هل ستخوض الانتخابات القادمه؟ انا دخلت انتخابات في 2010 وبالمناسبه عاوز اوريك حاجه كمان مهمه جدا عشان الناس ما تفتكرونا كبي للشيء اللي حاصل في ليبيا. ليبيا ما فيش احزاب وما فيش انتخابات، صح؟ صحيح. احنا جينا هنا وقعنا مع المؤتمر الوطني اتفاقيه بتاعت يعني بيقولوا عليها شنو مشتركه كده يعني بيننا وبينهم يعني، ودخلنا الانتخابات والناس اشتكونا حتى للقذافي ذاته. السودانيين دول بقوا ليبراليين ودخلوا الانتخابات وسلطه الشعب راحت وكلام زي ده، كان رده غير كده خالص. دعوا هؤلاء الشباب لانهم بيفهموا واقعهم وبيفهموا بلدهم وبيفهموا تاريخهم. هل ستخوض الانتخابات القادمه؟ منو؟ انا شخصيا؟ انا دخلت انتخابات في مره وفشلت، لكن ممكن ناس ثانيين غير يخشوا. في من اللجان اكيد انا. ايوه ليه لا؟ ستدخلوا يعني؟ احنا موجودين حسب المجالس التشريعيه. حتدخلوا في الانتخابات 20 جدا ليه لا؟ المشكله ليه؟ احنا هنخش الانتخابات عارف ليه؟ عشان نوري الناس الانتخابات دي بطاله. كلمة أخيرة لمن تهديها؟ أنا أهديها لشبابنا. التبصر والتمعن والدقة مهمة في المرحلة دي، لأنها بتخليك تعي وتدرك ما يدور حولك بنفسك، مش يدوروك بوسائط إعلام بأكاذيب بمش عارف إيه بالمشاكل ده. وفي النهاية إحنا واجبنا في الناس دول طالعين من وين؟ شبان بتلاقيهم في الشارع دول والبنات دول طالعين من وين؟ من البيوت بتاعتنا. صحيح. احنا نوعيهم، مش نوعيهم يعني نفرض عليهم، نناقشهم ونحاورهم. الدوله عندها دور، عندها دور كبير، الحزب الحاكم عنده دور، الاحزاب اللي مع الحزب الحاكم بتفكر دي عندها دور. نعم. انا افتكر انه الحوار بسعه الصدر وسعه الافق هو اللي هيودينا لمكاسب كبيره جدا، وحدينا ناخذ خطوات واسعه للامام. نعم. اما اذا تنكرنا للحوار، نعم، واعتقدنا انه يعني اقول شنو، انا ما داري ازعلهم، انا عاوز اقول لهم بس يعني شنو، ما قادر اقول بس عشان ما يزعلوا مني يعني. يعني والله العظيم ما قادر افهم. انا كتبت كتب في النظم السياسيه. نعم. ما مر علي كلمه بس دي الا بس لما تقول لي الكديسه بس بس، لكن بس دي في السياسه ما في. نفهم، يمكن في عبقري فيهم تمام.
يحمل الكلمه دي بتحمل نعم. مضامين احنا عايزين نسمعه وخلوهم يبقوا يعني في منتهى الشجاعه كده ها ويطلبوا حوار الرئيس دايرهم المسؤولين دايرينهم احنا ذاتنا دايرينهم كل الناس دايرينهم لانه على اساس الفرقه ما بتبني وطن احنا بنقول الدفاع عن الوطن اهم من الصراع على السلطه جميل المنسق العام لحركه اللجان الثوريه الاستاذ محمود عابدين اشكرك جزيل الشكر وسعدت بلقائك والله والله انا ذات سعدت بيك جدا جدا وان شاء الله اكون عملتك لجان ثوري ربنا يسهل الله يخليك يا اخي انقلوا عنه استاذ محمود عابدين انه يقول دعوه للحوار التبصر التعقل لكل الشباب اشكركم مشاهدينا ايضا على حسن انصاتي والمتابعه تصبحوا على خير شكرا استاذ